أعود بكم مشاهدينا مرة أخرى إلى ملف الجولان السوري المحتل. ينضم إلينا مرة أخرى من دمشق سيد غسان يوسف المحلل السياسي. نتمنى أن يكون الصوت واضحا هذه المرة. سيد غسان، يعني ترامب غدا سيعلن هذا الأمر في المؤتمر، مؤتمر الأيباك اليهودي، والذي سيحضره أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي. ماذا عن الخطوات العملية الرسمية التي ستضمن لدمشق أن تفاوض على هذا الملف لإبقاء هذه الأراضي تحت سيادتها؟ طيب، يعني رغم التشويش في الصوت ولكن سأجيبك حسب ما سمعت، وسأجيبك ككاتب ومحلل سياسي مستقل. يعني ما ستقوم به دمشق سمعناه من نائب وزير الخارجية فيصل مقداد، وأيضا من مندوب سوريا في الأمم المتحدة. وتعرف يعني التأكيد على أن الأرض الجولان هي أرض سورية، وأنه يحق لدمشق استخدام كافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح لاستعادة أرضها، وأيضا الاستعانة بالأصدقاء. وهذا يؤكد بأن الدولة السورية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يقوم به ترامب أو نتنياهو. ولكن لنعود ونقول بأن يعني ما قام به ترامب أو ما سيقوم به الإيباك أو حتى نتنياهو هي أولا كما قلنا قفز على كل القوانين الدولية. طيب، وعلى هذا مفهوم، هذا مفهوم سيدي. أنت ذكرت الاستعانة بالأصدقاء، وإسرائيل يعني استعانت بالولايات المتحدة في هذا الملف. من هم أصدقاء سوريا الذين سيعاونونها في هذا الموضوع، وكيف سيتم ذلك؟ يعني أصدقاء سوريا، طبعا الصديق الرئيسي هو روسيا، وأيضا يعني لديك إيران التي هي حليف لسوريا، وأيضا الدول العربية التي استنكرت يعني ما قامت به إسرائيل أو ما قام به ترامب. ولكن يعني أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الولايات المتحدة كانت راعي لاتفاقية فك الاشتباك عام 1974، وأيضا لمفاوضات السلام، وكان هناك اعتراف بأن الجولان هو أرض سورية ويجب أن تعود في مفاوضات السلام. اليوم الراعي الأمريكي سقط وأصبح خصما، وأصبح يشرع الاحتلال الأراضي بالقوة، وتعرف بأن هذا يؤدي إلى اشتعال الحروب وأشعال. طيب، المنطقة. وأنا أعتقد بأن ما قام به ترامب هو شيء خطير. سيد غسان، يعني كما حدث الأمر أو يحدث في هذه الأيام الاعترافات المتتالية والمتوالية بالقدس عاصمة لإسرائيل، كانت هناك بعض الطروحات التي تفيد بأنه بالإمكان مقاضاة هذه الدول داخل بلدانها وأمام قوانينها، لا سيما الدول التي أعلنت مؤخرا ذلك. هل بإمكان سوريا أن تفعل شيئا كذلك مع هذه الدول التي تقوم بهذا الفعل في هذه الفترة، خاصة وأن قرارات الأمم المتحدة يعني باتت غير ملزمة للأسف الشديد، ويتم التعامل معها في كل الأطر غير الملزمة وخارج القوانين الملزمة والفصول الملزمة؟ يعني إذا أردنا أن نعود إلى الإلزام وغير الإلزام، تعرف بأن جميع القوانين الدولية التي صدرت يعني بشأن فلسطين أو بشأن الجولان لم تنفذ، وحتى بشأن جميع القضايا. صحيح، العربية، وذلك بسبب حماية الولايات المتحدة لإسرائيل والوقوف إلى جانبها في الاعتداءات على الأراضي العربية. ولذلك اليوم إذا كان اليوم يعني هم أرادوا الجولان أن يكون جزءا من إسرائيل أو أن يضموه بالقوة أو يعني نوع من الهيمنة، نعتقد بأنهم سيقولون بأن الضفة الغربية ستكون جزء من إسرائيل، وأن غزة أيضا، وربما الأردن، وربما أجزاء من سيناء وإلى ما هنالك. يعني هم يريدون أن يقيموا دولتهم من الفرات إلى النيل. وإذا كان هذا هو الأسلوب، أنا أقول لك نعم. لذلك يعني نحن نطالب اليوم بتحرك عربي ودولي وبمنع هذا. لنتذكر لماذا قامت مثلا الولايات المتحدة ودافعت عن الكويت بحجة أن لا يحق لدولة أن تحتل دولة، ولا يحق لدولة أن تستولي على أراضي دولة بالقوة. لماذا اليوم إذن هم يقولون مثلا بأن القرم هو أراضي أوكرانية؟ هم يناقضون أنفسهم. وقامت بفرض عقوبات على روسيا في هذا الملف. أشكرك جزيلا سيد غسان يوسف المحلل السياسي على الهواء مباشرة من دمشق.